تتجه أنظار الجماهير السعودية لدعم الأخضر السعودي خلال مشاركته في نهائيات بطولة كأس آسيا 2019 التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة، ويسود التفاؤل أوساط الجماهير الرياضية والرياضيين بشكل عام نظير المستويات المتصاعدة التي يقدمها لاعبو الأخضر خلال مشاركاتهم مع أنديتهم في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. الطموحات للمنتخب السعودي كبيرة، خاصة على بطولة آسيا، لأنه دائما حظ المنتخب فيها كان جيد خلال الفترات الماضية، وإحنا أبطال كأس آسيا لثلاث مرات. إحنا بعيدين الفترة الماضية وبالسنوات البطولات الماضية ما حققنا لقب آسيوي أو وصلنا إلى أدوار نهائية غير يمكن 2007، لكن إحنا طموحنا أكيد كأس آسيا، ودائما أرض الإمارات أرض خير علينا. الشارع السعودي يعني متعود أنه منتخب في كأس آسيا، بطل كأس آسيا ثلاث مرات، وصل النهائي أكثر من مرة. المنتخب السعودي اسمه يعني في آسيا له اسمه وقيمة فنية عالية، ونأمل إن شاء الله أنه يحقق البطولة ويرجع بها من أرض الإمارات، خصوصا أنه لنا بطولة في الأرض الإمارات. وكان أنطونيو بيتزي المدير الفني للمنتخب السعودي قد اختار 23 لاعبا في القائمة النهائية المشاركة في البطولة، واعتمد في اختياراته على الأسماء الشابة مع بعض العناصر من أصحاب الخبرة. وظهرت بصمات بيتزي في اللقاء الودي الذي جمع الأخضر مع كوريا الجنوبية وانتهى بالتعادل السلبي. إن شاء الله متأملين في المنتخب إن شاء الله بتشكيلته هذه الشابة، وأنا متفائل إن شاء الله، والكاس ما هو بعيد عنا مثل ما حصلناه في 84 والتسعينات، بنحصل إن شاء الله في 19 بإذن الله. بإذن الله بتكون مشاركة رائعة، لأن هذا تقريبا أفضل جيل للمنتخب السعودي من بعد 2007، فلذلك نتمنى إن شاء الله يحققون الكاس، أمانة كبيرة عليهم إن شاء الله، لأن المنتخب يعني شاب وواعد، أدائهم تأهلوا لكأس العالم، وصلوا قدموا أداء رائع، ثاني أفضل مشاركة للمنتخب السعودي في المونديال، نتمنى أن نطلع منهم كل خير إن شاء الله. وكانت قرعة البطولة قد أسفرت عن وجود المنتخب السعودي في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات كوريا الشمالية ولبنان وقطر، حيث يستهل مشواره بمواجهة كوريا الشمالية ثم المنتخب اللبناني ثم المنتخب القطري في ختام لقاءات المجموعة. تتطلع الجماهير الرياضية السعودية لتحقيق اللقب الرابع في مشاركات الأخضر السعودي في البطولات الأسيوية، حيث شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة تحقيق الأخضر السعودي آخر بطولاته الأسيوية عام 96 للميلاد. سامي الحمود لبرنامج مساء آسيا لقناة عمان الرياضية، الرياض.